بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، هنتكلم النهاردة في الفيديو الثالث في إزاي بنعمل الأبحاث في معظم أو بعض الأسئلة اللي اتسألتها منكم وطلبت من قلت ما أجمعها في فيديو كده عشان تبقى مجمعة بصورة فيديو الناس تقدر تعمل إيه بالظبط. أي حد لسه عنده أسئلة بعد الفيديو ده، وعلى ما أعتقد مش حد هيكون عنده أسئلة، أنا جاوبت على كل الأسئلة اللي ممكن تخطر في بالكم. قعدت مدة عشان أقدر أجمع أكبر قدر من الأسئلة وأكبر قدر من المشاكل وقفت قدامكم. جمعتهم في هيئة 5 أسئلة. أول سؤال، إزاي أحل مشكلة تصطيب مندلي؟ الناس ظهرت لها مشكلة أثناء تصطيب مندلي، هنشوف حلها النهاردة إزاي. بكتب المرجع من الكتاب الزاوي، ممكن ده اكتر سؤال انا اتسالته. يا دكتور انا عاوز اخد معلومه من كتاب، انا عندي كتاب باثولوجي مثلا، كتاب علم الامراض، انا عاوز اخد منه معلومه، مش لاقي المعلومه في البيبر، مش لاقي الجوس ولا الميكروسكوبك في البيبر، عاوز اخدها من الكتاب، فهل يا ترى هكتب المرجع من الكتاب ازاي بالمعايير اللي مطلوب والاي بي اي اللي مطلوب من الكليه؟ في ناس موقع كانت منزلاه الكليه اسمه ميديسكيب. ميديسكيب ده موقع كويس، عليه داتابيز كويسه، من ضمن المحركات اللي الناس كانت عاوزه تاخد منها مراجع، ازاي اخد منه مراجع؟ وحاجه افتكاسه طلعت لنا فيها الكليه كده، او افتكاستين كده، اليو ار ال والانتكست سايتيشن. اليو ار ال والانتكست سايتيشن، الناس اللي سمعوا الفيديو الاولاني بتاعي وعملوا بيه وعملوا زيه مش هيحتاجوا اصلا يعملوا انتكست سايتيشن او اليو ار ال، وهقول لك ليه دلوقتي. نبدا باول سؤال، وحل مشكله تسطيب مندلي. دي الصور اللي بتظهر عند سعادتك وانت بتسطب مندلي للناس اللي واجهتها المشكله دي. اكتر مشكله واجهت الناس ان الصوره دي بعد ما بيتسطب خالص بيقول ان البروجرام اللي هو مندلي مش عارف يتسطب بسبب ان في برامج مش موجوده على الجهاز بتاعك اصلا. عاده البرامج ديت عشان تسطب برنامج مندلي او اي برنامج زي مندلي، في برنامجين لازم سعادتك يكونوا عندك على الكمبيوتر. انا مش كنت اعرف المعلومه دي، انا سالت واحد بتاع ويندوز فاهم كويس في الويندوز وهو اللي قال لي المعلومه دي. طب انا عملت الخطوات اللي انت هتقولها لي دلوقتي يا دكتور ومش نفعت معايا، معلش ده مش شغلي او شغلك، روح ودي اللاب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك لحد بيفهم في الويندوز او استشير حد بيفهم في الويندوز وخد منه النصيحة كما يجب. طب كلام كويس، انا هعمل ايه اما تظهر لي المشكلة دي؟ المشكلة دي واللي ظهرت مع معظم الناس حلها بسيط جدا. هتدخل على كنترول بانل، وبعدين تدخل على قائمة الان انستولد بروجرامز، وتتأكد ان البرنامجين دول موجودين، المايكروسوفت نت فريم ورك والمايكروسوفت سي بلس. طب انا مش عارف اللينكات بتاعتهم، هسيب لك اللينكات بتاعتهم في الديسكريبشن، سواء المايكروسوفت نت فريم ورك او سواء المايكروسوفت سي بلس. ملحوظة بس في المايكروسوفت سي بلس يا دكاترة، ان مايكروسوفت سي بلس قال لك والله في منه اصدارين 64 و86، في منه اصدارين 64 و86، ال 64 بتسطبه لو النسخة بتاعتك 64 بت، اما ال 86 بتسطبه لو النسخة بتاعتك 32 بت. طب يا دكتور انا مش عارف 64 ولا 32، مش عارف، اضغط على ماي بي سي، كليك يمين وحط البروبيرتيز وهيظهر لك عندك 64 ولا 32. طب انا ما اعرفش، سطب 86 بتنفع لل 64 وبتنفع لل 32، لكن افضل طبعا انك لو 64 تسطب ل 64، ولو كنت 32 فكده كده انت سطبت ال 86. دي اول سؤال عندنا، ازاي هنحل مشكله مندلي. ندخل على تاني سؤال عند سعادتك، ازاي هكتب المرجع من الكتاب؟ ومعلش اعذروني، هسيب الموضوع او هسيب النقطة السؤال ده للاخر، لان ده اكبر نقطة عندنا. ندخل على التلاتة اللي تحت، ازاي هكتب المرجع من ميديسكيب؟ والله بص عند سعادتك كده عشان الناس ما تتلخبطش ما بين معلومتين، في فرق ما بين محرك بحثي وفي فرق ما بين جورنال او ارتكل او بيبر. المحرك البحثي هو عباره زي الميديسكيب، زي الباب ميد، زي الجوجل سكولر، ما هو اللي عباره عن موقع بيضم معظم او بيضم مئات من الجورنالز اللي موجوده عندك، اللي موجود فيها الارتكلز، فهو بيوفر لك داتا بيز. لكن سعادتك ما بتاخدش الميديسكيب كمراجع، انت ما بتاخدش الميديسكيب نفسه كمراجع، انت بتاخد البيبر اللي موجوده على ميديسكيب. طب يا دكتور انا مش لاقي دي او اي للبيبر، المفروض ان انا باخد الدي او اي واروح مدخله في مندلي كده، اد انتر مانولي، واروح مدخل الدي او اي هنا واعمل كده بعد كده سيرش واعمل سيف. طب يا دكتور انا مش لاقي الدي او اي. يا عم الحاج، شوف المعلومه بتاعت سعادتك اللي موجوده في الميديسكيب دي
بيبقى عادة كده الكلام تلاقي جنبه واحد اتنين تلاتة. شوف المعلومة دي متاخدة من فين بالظبط، من بيبا ايه، وهات البيبا دي حطها على جوجل سكولر او باب ميد، وطلع الديو اي بتاعها وحطه في مندلي، واعمل سيرش هنا ثم السيف عشان تعمل عندك او عشان تاخدها عندك كريفرنس في البيبا بتاعتك او في البحث بتاع سعادتك. ده بالنسبة لمشكلة الميد سكيب، دي اسهل مشكلة ممكن حلها. في حاجات تانية بيسايد ذيس فورم، سيبك منها دلوقتي. اهم يعني اهم حاجه تاخدها لي اما من البيبر نفسها، لو ما كانش ليها دي واي تاخدها من الريفرنس بتاعت البيبر يا دكتور. طب ماشي، حكايه الانتكست سايتيشن وحكايه اليو ار ال، انا هفتح بحث معاكم، هفتح بحث معاكم بسم الله الرحمن الرحيم، بحث اسمه دايفيرتيكولوسيس اوف كورن، كان حد بعته لي كده وبالطريقه المظبوطه اللي قلتها في الفيديو الاولاني بما يجب، اللي هو انا بكتب العنوان وبعدين بكتب الانترودكشن، العناوين بتبقى في جنب، الناس كاتبها لي في نص. سعادتك انت ما بتكتبش ما بتكتبش كتاب، انت بتكتب يا دكتور بيبا، والبيبا بيبقى ليها معايير، العناوين دي بتكون في جنب وبتكون 16، وكل الخط يكون تايمز نيو مان، ما تنساش المعلومه دي، وكل الخط بتاع سعادتك ده يكون 14 ما عدا الهيد لاينز دي لو عاوز تخليها 16 تمام. بعد كده بتدخل في صلب الموضوع الديفينيشن والهيستوباثولوجي. ناس سالتني يعني ايه يا دكتور كلمه هيستوباثولوجي، كلمه هيستوباثولوجي يعني مايكروسكوبيك بيكتشر، يعني مايكروسكوبيك بيكتشر، تمام كويس. بعد كده ادي الجروس والكلينيكال بريزنتيشن وهكذا، ودي العنوان واخر حاجه الكونكلوجن. قلت في الاخر كده اي معلومه تكونكلوج او تلخص البحث بتاعي ده كله، وفي الاخر كتبت عند سعادتك هنا كده ريفرنس. طب كلام كويس حلو. ايه بقى الانتكست سايتيشن ده؟ الانتكست سايتيشن ولنفرض مثلا يا دكتور انا عندي سعادتك في الديفينيشن ده، انا عاوز اعرف ايه الدايفيرتيكولار ديزيز. عرفت الدايفيرتيكولار ديزيز زي ما هو موجود عندك كده، هيقول لك هو التعريف ده انت جايبه منين؟ هتقول لي ما انا حاطط الريفرنس في الاخر اهو يا دكتور. هقول لك الريفرنس اللي في الاخر ده لا يغني ولا يسمن من جوه، يعني سعادتك انا المفروض ما اعرف ان البيبر دي او التعريف ده انت جايبه، انزل تحت كده واخمن انت جايبه من اي ريفرنس؟ لا طبعا، المفروض ان سعادتك بتحط جنبه، وده من دي اللي بيعملها او ممكن تعملها انت يدوي، وهقول لك تعملها يدوي ازاي برضه للناس اللي شغاله يدوي. المفروض انك لما بتدخل مندلي بتيجي هنا كده، تضغط هنا كده وانسيرت سايت، او تضغط على كلمه ريفرنس، بعد كده انسيرت سايتيشن. اما بتنسيرت سايتيشن بيفتح عندك برنامج مندلي، يفتح عندك كده برنامج مندلي، معلش انا مالها تاني عشان كنا فاتحين مندلي اصلا. انسيرت سايتيشن جو تو مندلي، بعد كده هيفتح عند سعادتك مندلي، ممكن تاخد اي ورقه بحثيه وتضغط سايت. اما تضغط سايت هتلاقي كتبها نفس اللي عندك ده كده، كتب اسم الاوثر وسنه النشر اللي عند سعادتك، اسم الاوثر وسنه النشر، ده اسمه انتكست سايتيشن. يبقى بالتالي انا عرفت ان انا واخد الديفينيشن ده من الريفرنس اللي منشور رقم 2018، والاوثر بتاعه اول واحد فيه اسمه تراي فان. ازاي؟ تعال انزل تحت كده ونشوف، هنلاقي الموضوع اسهل ولا لا يا دكتور. انا بقول لك الريفرنس اللي منشور رقم 2018 ده 2012 مثلا، ده 2006، ده 2009، فين 2018؟ 2018 اهو، واول واحد فيه اللي هو اسمه تراي فان. طب كلام كويس، يبقى انا كده الاكسسبل بتاعي ان انا اقدر اوصل لريفرنس بقى اسهل بكتير. ازاي؟ عن طريق ان انا عملت انتكست سايتيشن، وده المفروض اصلا يا دكاتره. يا دكتور انا مش عامل انتكست سايتيشن، اعملها ازاي وانا كاتب الريفرنس بتاعتي في الاخر؟ كويس جدا جدا جدا، هتلاقي عند سعادتك كده انت عارف مثلا انت واخد الديفينيشن دي من البيبر دي، هتيجي عند اول اوثر ده وتكتبه، هتلاقي ان في اوثرز كتير يا دكتور، وتكتب سنه النشر بتاعت سعادتك 2018. والله لو في اكتر من اوثر شوف بقى هو عملها ازاي على مندلي، وتعلم كده واحده واحده. كتب تراي فان اول اسم في الاوثر فقط، مش عمل كوما ولا حط بعدها حاجه. بعد كده كتب ايتال، ايه ايتال دي؟ اسم الاوثر وايتال يعني كل الاوثرز التانيين، يعني تراي فان واخواته بتاعت او الناس الاوثرز كلهم اللي عملوا البيبر، وتكتب السنه اللي حصل فيها البيبر. يبقى تكتب اسم الاوثر والسنه وتدخلها يدوي. طب دي بالنسبه لمشكله يا دكاتره، المشكله اللي عندي اللي هي الانتكست سايتيشن، وقلت لك ازاي تعملها يدوي، والناس اللي كانت عاملاها اللي كانت مش عاملاها، والناس اللي كانت شغاله بمندري اوريدي هي عامله انتكست سايتيشن، فمش تقلق لان الناس كلمتني وتقول ايه هو انا مش عامل انتكست سايتيشن وانا شغال بمندري ده، لا سعادتك عامل. بعد كده مشكله اليو ار ال، اليو ار ال والله يا دكاتره سعادتك
او سعادتك انت كاتبه اصلا، سعادتك انت كاتب اليو ار ال اصلا، ازاي انا كاتب اليو ار ال يا دكتور؟ اهو ده واحد شغال بمندلي مثلا، ده واحد شغال بمندلي اهو وكاتب الابحاث بتاعته. هتعمل ايه؟ المفروض اليو ار ال اللي هو الاتش تي تي بي اس دي او اي ده، طب انت عاوز اكتبه بس، هتروح محدد كده البيبر شايف متحدده بالرصاص كده، معمول حاجه عليها اسمها هايبر لينك، هتاخدها كات، هتاخدها كات، ركز معايا والنبي، هتاخدها كات وبعد كده تحطها بيست. بس هتحطها بيست منين؟ افتح قائمه هوم، بعد كده تفتح قائمه بيست دي وتضغط بيست تكست اونلي، تكست اونلي، انا قلت تاني تكست اونلي، تمام. انا كده عملت بيست للتكست اونلي، طب كلام كويس. فين برضه اليو ار ال؟ مش واضح عندي يا دكتور. بص معايا، هركب مثلا الريفرنسز اللي عندي ده كده، هركب الريفرنس دي كده، تروح رايح واخد الريفرنس التاني ده كده متكي مسح، هتلاقيه دخل على الريفرنس الاولاني وتضغط انتر. لو تلاحظ اليو ار ال اتظلل عندك كده، هو معمول اصلا في المندلي، بس كل حكايه انت بتوضحه كذلك، تروح واخد البحث اللي بعده، تروح شطه في اللي قبله كده، وبعدين تروح ضاغط انتر وهكذا. ولو عاوز كمان ترتب الابحاث بنفس النظام كده، تمام، ادي اليو ار ال في كل بيبر تلاقي اتعمل معاك نفس النظام كده اهو، اليو ار ال اللي اتعمل معاك اهو، تروح ماسح كده لحد اللي قبله وهكذا اهو. وادي الاخيره اهي كمان، ادي البيبر الاخيره تيجي هنا كده، ولو تلاحظ كل واحده اتعمل لها اليو ار ال بتاعها بصوره سهله جدا جدا جدا. عشان كده قلت لك مندلي هو الحل الامثل لو سعادتك مش عارف دخلت بال، دخلت بال، دخلت يدوي، سعادتك ممكن تجيب اليو ار ال ديت من اي من بيبر، هتلاقيها في المعلومات البيبر اللي متوفره عند سعادتك. اخر سؤال عند سعادتك، ازاي اكتب مراجع من كتاب؟ ازاي هكتب المراجع من كتاب؟ وناس كتير سالتني فيها، والصراحه هو سؤال كويس، لان فعلا الكتب بيبقى موجود فيها معلومات، زي مثلا ولنفرض فتحنا كتاب زي ده كده، ليبنكوت الستريتد ريفيو فارماكولوجي 6 اديشن، ده من اكتر او من اكبر كتب الفارماكولوجي اللي موجوده عندنا يا دكاتره، وممكن سعادتك تاخد منها معلومات كتير جدا جدا جدا. الليبنكوت ده ومعترف بيه وكتاب عالمي. طب كلام كويس، انا عاوز اخد، خدت معلومه من الليبن كود ده وعاوز اخدها ك، او عاوز اخد الكتاب ده كريفرنس ليا، تعالى مثلا نختار اي شابتر كده وناخده ك، ناخد اي معلومه منه، ثواني بس هيفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو مثلا ولنفرض الشابتر الرابع ده اللي هو كولينيرجيك، الكولينرجيك اجونيزت، انا عاوز مثلا اخد المعلومه ونفذ المعلومه دي كده يا دكتور، هاخدها كات، ادي نسخ اهو، وهروح في ملف الوورد عند سعادتك واخدها كوبي هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخدها هنا كوبي كده بست، الغي بس التظليل ده، انا عامله لهدف معين، التظليل ده بس نلغيه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نضغط دي كده، هو مش قادر يتلغي لان احنا، ايوه بالظبط، مش مشكلة مش مشكلة. المهم انا خدت مثلا الكلام ده او الجملتين دولي خدتهم عند سعادتك من الليبن كوت اللي هو الكتاب ده، عاوز اخد الليبن كوت كريفرنس ليا يا دكاترة، انا عاوز اخد الليبن كوت كريفرنس ليا، هاخد الليبن كود كريفرنس ليا ليه؟ الحمد لله اتلغى. هاخد الليبن كود كريفرنس ليا ازاي؟ عشان اكتب ريفرنس بتاع كتاب لازم أن امشي بالقواعد دي. انا جربت مندلي وجربت سايد ذيس فورم، والله كلهم مش بيعملوا كما قال الكتاب او اللي انت مطلوب منك بالظبط، كلهم ما بيمشوش بنفس النظام اللي انا هقوله ده. اول حاجه بتكتب اسم الاوثر، بعد كده بتكتب التاريخ اللي الكتاب اتنشر فيه، بعد كده بتكتب عنوان الكتاب والسبتايتل عنوان الشابتر، بعد كده بتكتب اللوكيشن اللي هو البليس بابليشد المكان اللي اتنشر فيه الكتاب، ولو ليه اختصار تكتب الاختصار بتاعه، مثلا لو كتبت نيويورك هتختصرها بان واي وهكذا، بعد كده هتكتب النيم اوف بابليشر اللي هي الكومباني الشركه اللي نشرت الكتاب. طب انا عاوز اطبق يا دكتور، انا عندي الجمله دي انا واخدها من ليبن كود، عشان تلاقي المعلومات دي كلها بتيجي على اول صفحه، لو تلاحظ عنوان الشابتر اسمه كولونيرجيك اجونيزيت، ماشي،
تعالى على اول صفحة كده، ادي الليبنج كود اهو، في صفحة بيسموها صفحة حقوق الملكية او الكوبي رايت بيج. الكوبي رايت بيج هتلاقيها كده اهي، ادي دي الكوبي رايت بيج، هتلاقي فيها كلمة سي كده صغيرة، هتلاقي فيها كلمة سي كده صغيرة السي اهي، او كلمة كوبي رايت، دي اللي هتلاقي فيها معظم المعلومات اللي سعادتك عاوزها. طب ماشي، اول معلومة كده نمشي مع بعض واحدة واحدة كده. اول معلومة عند سعادتك، بسم الله الرحمن الرحيم، اول معلومة عند سعادتك كده انا عاوز اسم الاوثر. اسم الاوثر يا ترى انا هكتبه ازاي؟ اسم الاوثر ده بيبقى فيه اسم للاوثر بتاع الكتاب وفيه اسم للاوثر بتاع الشابتر. ازاي؟ اهو لو جينا كده في الاول، لو جينا كده في الاول بسم الله في ليفين كود كده، انزل كده عندي، ادي اول صفحة، تاني صفحة او تالت صفحة كده، هتلاقي مكتوب فيها اسم الاوثر او اسم الايديتورز بتاعه الكتاب. لا انا مش عاوز اسم الايديتور ده اللي هو مثلا كارين وولين ده والكل الكل بوتنج ايديتورز، الناس المساعدين ليه، الناس هكذا وهكذا. لو انت عاوز تاخد الاسم ده مش عندي مانع، بس انا بفضل اخد اسم كاتب الشابتر. الشابتر نفسه بيكون ليه اوثر، بيكون ليه مؤلف. لو جيت على الفهرس بتاع الكتاب مثلا، احنا خدنا في الشابتر الرابع اللي هو الكولينيرجيك اجونيزت، هتلاقي اسم الاوثر اهو ورجان، مش عارف كده اسم غريب كده، هناخده كوبي عند سعادتك ماشي، ونحطه في ملف الوورد بيست هنا كده. هل كده خلاص؟ لا، في ملحوظه. الملحوظه دي بتقول لك اللي انا باخد اسم العيله بخليه الاسم الاول، وباجي الاسم الاولاني ده، الاسم الاولاني ده كده باخده كده اعمله كات وحطه بعد الاسم التاني. بتحطه زي ما هو؟ لا، انا بمسحه كله وبحط بس فول ستوب كده او نقطة عند سعادتك مع الحرف الاول من الاسم الاول بتاعه. يبقى هو كان اسمه كده، انا خليت اسم العيلة في الاول، بيقولك اكتب اللاست نيم في الاول، ده القاعدة، وبعد كده هتكتب اسم الشخص نفسه مختصر. طب كلام كويس، اسم العيلة هتحط بعدها كومة. هتقول لي هي الكومة بتفرق والفاصلة بتفرق والحاجات دي كلها؟ اه بتفرق معانا عند سعادتك. طب كلام كويس، يبقى كده اسم العيلة وبعد كده اسم الشخص مختصر جدا، بعد كده هتحط كومة نقطة وكومة، هتكتب الديت او الي بابلش اللي انتشر فيها الكتاب. لو جيت بقى على الصفحة اللي انا بقول لك اللي بيكون فيها معظم المعلومات بتاعت سعادتك اللي هي صفحة الكوبي رايت، صفحة الكوبي رايت دي هي اللي بيكون فيها معظم المعلومات. لو تلاحظ جنب علامة السي كده، ادي 2015 وده الاوثر بتاع الكتاب، هتاخد 2015 كده، ادي كوبي عند سعادتك تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، وتحطها هنا كده، ادي الي بابلش دي 2015. بعد كده هتكتب عنوان الكتاب والسب تايتل اللي هو عنوان الشابتر. طب هو عنوان الكتاب ايه يا دكتور؟ عنوان الكتاب عند سعادتك هو عبارة عن اهو ليفينج كود Illustrated Review Pharmacology 6 Edition، ده كل عنوان الكتاب، هتاخده كات وتحطه عند سعادتك هنا كده كوبي، يبقى كده ده عنوان الكتاب. طب كده خلص؟ لا ما خلصش يا دكتور، هتحط نقطتين فوق بعض كده وتيجي تحط لي السب تايتل بتاع او العنوان بتاع الشابتر. احنا كنا خدنا الشابتر من، خدنا الشابتر الرابع الا وهو الكولينرجيك، شابتر رقم 4 ادي الكونتنت، الكولينرجيك اجونيزيت يا دكاتره، تكتب لي كده الكولينرجيك اجونيزيت، كولينرجيك اجونيزيت، هتلاقي عامل لك خط احمر كده، افصل بس العلامتين دول على الكولينرجيك، معلش الحاجات دي بتفرق. يبقى انا كده كتبت اسم الاوثر، كتبت السنه، كتبت التايتل بتاع سعادتك والسب تايتل. طب يا ترى بس كده؟ لا، في ملحوظه، التايتل والسب تايتل معلش بتعملهم لي كده بالحرف الميل ده اللي هو الاي ميله دي. ليه؟ هو كده عند سعادتك ده صيغه الاي بي اي، ده صيغه الاي بي اي. في دكاتره ناشرين يا دكاتره ان ازاي اخد ريفرنس من كتاب بس في جامعه عين شمس او هكذا، معلش هم مش عندهم ريفرنس الاي بي اي، هم عندهم بيعملوا حاجه اسمها امريكان ميديكال، فانت سعادتك عندك امريكان سايكولوجيكال اسوشيشن، فانت لازم تعمل بنفس هذا النظام. بعد كده تحط عند سعادتك فاصله وتكتب مفروض اللوكيشن او البليس بابلش، لقيته لقيته، ما لقيتوش عادي يعني، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، حط صفحه الكوبي رايت ومعظمها يعني هتلاقيها فيها باذن الله. ادي صفحه الكوبي رايت اهي، هتلاقيها فيها كده برينتد باي، هو انا كنت شايفها برينتد باي شاينا اهي، هتلاقيها هنا كده، ادي برينتد باي شاينا،
خدها كوبي وحطها عند سعادتك بيست. بعد كده في الاخر النيم اوف ذا بابليشر كومباني، الكومباني اللي نشرت الكتاب، الكومباني اللي نشرت الكتاب يا دكاتره هتلاقيها علامه السي 2015، ده البيب، ده الباي اللي نشرت الكتاب، هتاخدها كوبي عند سعادتك وتحطها هنا نفس النظام كده، ادي الكومه وادي مستر، بعد كده تحطها بيست كده. ابقى اقول لك انت خدت ريفرنس من الكتاب بطريقه صحيحه 100%، بطريقه الاي بي اي. طب يا ترى انا هعمل الانتكست سايتيشن ازاي؟ طب ما انا قلت لسعادتك خد لي قوسين كده، اعمل لي قوسين وهتكتب اول حاجه اسم الاوثر، نفس النظام كده هتكتب لي اسم الاوثر، ده هو لو تلاحظ اسم الاوثر مكتوب عند سعادتك بنفس الطريقه دي كده، هاتها لي كده او خد الجزء ده كله اسم الاوثر والسنه وحطها هنا لا اقصى ولا اقل. يبقى انت كده عملت انتكس سايتيشن وكتبت ريفرنس. معلش الكتاب رخم، في كام ملحوظه اكد عليهم، في اسم الاوثر بيتكتب اسم الاب الاول وبعد كده اسم نفسه الشخص بيتعمل حرفي كابيتال وفول ستوب وبعد كده الكومه، الديت ده موجود جنبي علامه سي، التايتل والسب تايتل بتعملهم بخط معوج، اللوكيشن ممكن تلاقيه او لا، النيم بتاع البابليشر كومباني بعد السي، الانتكست سايتيشن بتاخد اول جزء كوبي وتحطه ما بين قوسين كده، كده انت عملت الانتكست سايتيشن. يبقى كده انا جاوبت لك على الخمس اسئله اللي اتسالوا لي، مشكله مين دي اللي حليناها ازاي؟ ازاي قدرت اكتب المراجع من الكتاب بطريقه صحيحه 100% عشان مش تتلخبط. في ناس قالت لي او يعني حبت تعمل ايه؟ تفتح مندلي. انت لو فتحت مندلي عند سعادتك هتلاقي ليك فرصه انك ممكن تكتب ريفرنس من مندلي عن طريق الكتاب. ازاي؟ مندلي بس يفتح كده اهو، فده يفتح اهو. السؤال الرابع الثالث الميد سكيب خلصناه، والانتكست سايتيشن واليو ار ال، تمام؟ مندلي فتح عنده، ممكن عند سعادتك مثلا انا لو عاوز اضيف كتاب هنا، لو تلاحظ ات وي اد انترلي مانولي، دي للناس اللي مش عاوزه تتعب دماغها في الكتابه وكده، على الرغم ان انت لازم هتتعب برضه خلي بالك. تختار هنا من جورنال ارتكل اختار بوك، بعد كده هتجيب عنوان الكتاب اللي هو نفس النظام كده، اللي هو عباره عن ايه؟ نفس اللي احنا كتبناه هنا، انزل لي كده اهو، اللي هو ليبنكوت الستريتد فيو، نفس النظام هنا كده اهو، 6 اديشن كورنيرجيك اجونيزيت، وتروح واخدها في مندلي في التايتل كده اهو. طب اسم الاوثرز يا دكاتره؟ والله خد لي اسم الاوثر اهو، ده اول واحد. وخلي بالك هنا لو تلاحظ في الاوثر قال لك اكتب اللاست نيم كوما الفيست نيم، ده نفس اللي انا قلته لك من شويه، هتضغط كده ادي باست هنا، ده اللاست نيم والفيست نيم وادي الفلسطوب، ده اسم الاوثر بتاع سعادتك بتاع الكتاب. طب كلام كويس. بعد كده عاوز ليه مثلا اللي هي ايه كام؟ 2015، اكتب لي ليه 2015. بعد كده البيج بتاعت الكتاب، صفحة عدد صفحات الكتاب كام؟ 680 صفحة مكتوبين في البي دي اف، مكتوبين في البي دي اف، ادي 680 صفحة. بعد كده اليو ار ال مش ليه، وهكذا الحاجات دي كلها، دي معظم الحاجات اللي هتكتبها عليه عند سعادتك. الفوليوم لو انت عاوز تاخد من الشابتر مثلا، انت خدت من الشابتر الرابع رغم ان هي مش هتتكتب لك يعني، وهكذا وهكذا نفس المعلومات، بس هتكتب المعلومات دي كده كده كده. هو ماليش دي يو اي وبي ام اي دي، على الرغم ان انا قابلت دي يو اي وبي ام اي دي في بعض الكتب لقيت لها دي يو اي وخدتها فعلا وانا بعمل ابحاث. طب كلام كويس يا دكاتره. بعد كده هتضغط على ايه؟ هتضغط على سيف وتروح عادي جنب افتح ملف الوورد كده يا دكاتره، اكني انا همسح دي كده، همسح دي اهو وهمسح دي اهو، تمام؟ وهياخد ريفرنس، اضغط على كلمة ريفرنس، انسيرت سايتيشن، جو تو مندلي، وانا اختار البوك اللي انا حطيت اللي انا ضغطت عليه ده هنا، خليني بس العملية دي تحت كده، ماشي؟ هضغط على البوك اللي انا اخترته هنا كده واعمل علامة سايت. لو تلاحظ هيطلع لك البوك نفس النظام اللي احنا عملناه، ثواني بس هو بيعمل. تعرف انا بشغل سكرين كود اللاب بيبطئ ليه؟ مش مهم. المهم هو كتب اسم الاوثر اهو وكتب السنه بتاعته، تيجي عند كلمه ريفرنس
تعمل انسيرت بيبلوجرافي، هتلاقي انسيرت البيبلوجرافي، ادي الاسم وادي اسم الشخص وادي السنه وادي ليفينج كوت الستريتد فارماكولوجي 6 اديشن كولينرجيك اجونيزيت، وبعد كده اداك الشابتر وعدد البيج. ليه؟ لانه المفروض هنا اللي انا كتبتها قبل كده اللي انا بكتب النيم اوف ذا بابلشر كومباني وكده ده افضل، عشان كده قلت لك ان مندلي كمان امراض بيغلط في كتابه الريفرنس بكتابه او بالستايل بتاع الاي بي اي، فافضل حاجه انك تكتبها يدوي بتاعه البوك الاوثر والديت والتايتل واللوكيشن والنيم اوف ذا بابلشر كومباني. اتمنى ان انا اكون جاوبت على كل الاسئله اللي سالتوها، اي حد عنده مشكله يدخل يسالني، واحط لكم معظم اللينكات اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده في لينك الديسكريبشن باذن الله. السلام عليكم.